عملية التحقيق استمرت كذلك تقريبا 6 أيام. المعطيات الكل جمعناها، حكينا مع السيد المكلف بمهمة لدى السيد وزير الداخلية آنذاك، معاه نطق رسمي باسم الوزارة، وكذلك سي سعيد المشيشي اللي هو كاتب الدولة لدى وزير الداخلية. وبطبيعة الحال هما زودونا بمعلومات، والمعلومات هذه زودوها لنا، يعني زودونا بها كسوة أرقام في علاقة بعدد الإصابات اللي تعرضوا لها مختلف الوحدات الأمنية المتواجدة، واللي أنواعها 3: عدد ضئيل جدا قوامه الحرس الوطني، عدد متوسط قوامه الأمن الوطني، وخاصة وهذوما الأعوان الميدانيين اللي تقريبا نسبة لهم أهم التهم في الاعتداء على المتظاهرين بالرش، اللي هم أعوان النظام العام، يعني اللي متعرف عليه في لهجتنا الدارجة أعوان البوب، واللي جاءوا من مختلف وحدات حفظ النظام في الجمهورية، وخاصة من 3 أفواج: فوج باجة وفوج قصة كذلك، والفوج المركزي لهنا في العاصمة. خذينا المعطيات مع وزارة الداخلية، خذينا الصور مع وزارة الداخلية، خذينا إجابات وزارة الداخلية حول الاتهامات التي توجهت لهم، كل سواء من عند المتظاهرين وإلا من عند شهود عيان وإلا كذلك حتى من عند الصحفيين. وبعض المعطيات اللي خذيناها من عند السلطة الرسمية، يعني من عند وزارة الداخلية، كذبناها بأدلة دامغة. مثال بسيط: وزارة الداخلية قالت بأنه أحد منظورها وقع استهدافه بآلة حادة من طرف أحد المتظاهرين. كمشينا نعينه ومشكورين المصالح الصحة الجهوية في المستشفى الجهوي بسليانة، مكنونا حتى من الصور ومن الفيديوهات، مشينا نعينه، واتضحوا أنه السيد هذا ما استهدفه حتى حد، غايته ما في الأمر، وأنه الباب متاع الباقة متاع السيارة الأمنية تسكر عليه في يعني في غفلة منه ومن سائق السيارة، حلوا جرح على مستوى أذنه اليسرى، فأسعف نفسه مع فيلق كبير ياسر من زملائه، وعملوا حالة متاع ترهيب كبير ياسر في المستشفى. المعلومة اللي تأكدت منها لجنة التحقيق هو أن أغلبية الأعوان المستنجد بهم على الميدان هما من المستجدين، والبعض منهم، وهذا الخطير، البعض منهم مازال ما كملش فترة التكوين متاعه بسلك الأمن، والبعض منهم، وهذا تقريبا تأكدنا منه بنسبة 100%، وأنه الأسلحة التي جهز بها البعض منهم، ونحكي خاصة على سلاح الرش اللي نوع متاعه شوزن، واللي القطر متاع حبيبات الرش اللي تصدر عليه مش القطر العادي، القطر العادي هو الواحد مليمتر، هذا القطر يتراوح ما بين 3 و5 ملم، والنوعية ذي متاع حبيبات الرش كما أكدوا الدكتور فوزي شرفي اللي عاين بمستوى مستشفى الهادي الرئيس عديد الإصابات، قالوا أنه الخاصية نتاع القطر ذي وأنها تخترق وما نجم يوقفها كان العظم. هذاك علاش لقينا برشا، مثلا بين قوسين، برشا إصابات نتاع وضعيات نتاع أطباء كسوة في تونس ولا حتى في فرنسا، عجزوا وخذوا قرارهم باش ما يستأصلوش حبات الرش من البدن. علاش؟ لأنه استقرت في مناطق قريبة ياسر من المخيخ ومن المخ نتاع، نحكي لك مثلا على الشاب حمدي البراري ولا الشاب مروان العياري. نحن كلجنة تحقيق ما ثبت لدينا، إذا كان نقول منطقة الحرس الوطني بسليانة قد استهدفت للحرق، نقول لك نعم، ولكن بعد كلمة نعم يزمني نزيد نأكد، استهدفت الحرق بعد ما زغرت الرش، يعني مساء 28 الأمور كل خرجت على السيطرة، مساء 28 سليانة لاهية تشيع في جرحها، قينا وضعية السائق متاع سيارة الإسعاف اللي خارج من مستشفى سليانة في اتجاه العاصمة اعتدوا عليه أعوان الحرس أعوان النظام العام على مستوى منطقة حفوز، يعني تقريبا 6-7 كيلومتر على مقر ولاية سليانة، ومنعوه باش يسعف الجرحى. منطقة الأمن الوطني بسليانة باركونتر على العكس، ما وجدت لوزارة الداخلية ما قينا حتى دليل، حتى أمارة لا مادية ولا قانونية تبين وأنها استهدفت للحرق. أكدنا منه هو أنه نهار 27 و28 جميع الأحداث كانت في علاقة في محيط الجغرافيا بتاع مركز ولاية سليانة. هذاك علاش فما صحيح حجارة، فما حجر ضرب ولاية سليانة، فما دقاء مادية كبيرة ياسر، بولار كبير طاح، وبطبيعة الحال هذا نهار 27. نهار 28 ما فماش حتى مقر سيادة، العكس هو الصحيح. نهار 28 هي اليوم المطاردات الممتاز، يعني المطاردات ما عادش تقتصر على فناء ولا محيط ولاية سليانة، لا، ولينا ندخلوا للنهجة، نقتحموا في حرمات المساكن، نلقيوا العبوات الغاز المثيرة للدموع اللي فيها زوز ملحوظات زادة مهمة جدا. اللجنة وقفت بالدليل القاطع على أنه واحد
بعض العبوات الغازيه، بعض القنابل المثيره للدموع اللي بكلها كانت تقريبا مستورده اما من امريكا ولا من البرازيل، البعض منها مصنع منذ 1984، بما يعني وانه انتهت صلاحيتها. واذا كان انتهت صلاحيتها وهذا ثابت علميا ومخبريا كذلك، فانه قدرتها التدميريه للجهاز الهضمي والعصبي هامه جدا. هذاك علاش قينا مثلا السيده ناجيه شعليه ربي صبرها فقدت جنينها واجهضت في ديلتها، ما سناتش في ديلتها، اجهضت جنينها. علاش؟ لانه البومبه بتاع الغاز ترمات في الفناء بتاع منزلها. قينا اقتحام لعديد المحلات التجاريه، قينا كذلك تهور في يعني مواجهه المتظاهرين. فما ناس عندهم مرة عابري سبيل ما عندهم حتى علاقة لا بالمظاهرين ولا بالرقعة الجغرافية متاع المظاهر، يعني في أحياء متفرعة جدا على أحياء طيب المهيري بسليانة ولا أحياء المسكية بسليانة ولا حي صلاح بسليانة، عاد جدا. ورغم ذلك استهدفوا، البعض منهم دهسوه بسيارة أمنية، لاحظنا وهذا ثابت جدا. فما عنصر متاع مباغتة في لمح البصر يبدو، وهذا يثبت زادة من غير ما نقوله يبدو أنه قرار مركزي اتخذ لي تطويق هذا التحرك الاحتجاجي والحيلولة دون تمدده على الأقل في معتمديات سليانة، لأجل دعني أقول المتظاهرين وبين ظفرين حرضتهم على رد الفعل وعدم الصمت والتسليم هي بعض التصريحات الإعلامية ليلتها خاصة ليلة 27 ونتذكرها الناس كل، بعض التصريحات الإعلامية التي حسوا فيها أهالي سليانة أنهم محقورين. وثابت في خاصة في ليلة 27، لأنه للتأكيد وأنه الرش استعمل في ليلة 27، وللتأكيد أيضا وهذه مهمة معلومة ربما ما عرفهاش برشا الرأي العام، هو أنه الرش قد استعمل سابقا مثلا في أحداث الولايات المتحدة الأمريكية وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية والأحداث دوار هيشر استعمل، ولكن أما هل استعمل هو الرش كاليبر 1 مليمتر جديد اليوم الشوزن الكاليبر نتاعه أونتر 3-5 مليمتر واللي القدرة نتاعه تدميرية، يعني كعبة الرش تخترق. الثابت أنه القرار اتخذ وذا المسناه حتى من عند وقت اللي تواصلنا مع القيادات الأمنية الجهوية، اتخذ على مستوى مركزي اللي ثبت مش كان لجنة تحقيق للناس كل، للقضاء، للرأي العام الوطني والدولي، وأنه منذ انطلاق الرش وقفت الأجهزة الأمنية المركزية يعني القيادات الأمنية وقفوا على حقيقة القدرة التدميرية متاع هذا السلاح متاع سلاح الرش، وقفوا كذلك على حقيقة كثرة وتهاطل الضحايا ولو بالعشرات، وقفوا كذلك على حقيقة تجاوزات بثتها مختلف العدسات متاع الإعلام الوطني العمومي والخاص وكذلك الدولي، ورغم ذلك لم يحركوا ساكن، ورغم ذلك واصلوا تزويد منظورهم من الأعوان الميدانيين بالتعليمات بمواصلة استهداف المتظاهرين. وكما قلت لك نهار 28 نوفمبر من الصباح معنا من الفجاري بدينا نستهدفوا ونحصدوا في الضحايا، هذا ربما بريزومبسيون قرينا على انه التعليمات كانت مركزيه، وقرينا كذلك على انه هناك اصرار على مواصله تنفيذ تلك التعليمات. بخينا المنهجيه او دعني اقول الهيكليه نتاع وزاره الداخليه، وكما تعرفوا الهيكليه نتاع وزاره الداخليه يحكمها الامر نتاع جويليا 2007، والهيكلة هذه قوات الأمن الداخلي جميعها ترجع بالنظر للسيد وزير الداخلية، يؤمرها عن طريق بنفسه أو عن طريق السيد المدير العام للأمن الوطني، وعلى ضوء التجاوزات اللي سجلناها في الميدان سجلنا تجاوزات مثلا في صف أعوان النظام العام، المسؤولية يجب قانونيا وجزائيا يجب أن تلقى أولا على عاتق السيد المدير العام لوحدة التدخل قبل أن تلقى على عاتق العون الميداني، لأنه أنا ذاك من حقي ومن حق الرأي العام باش يقولوا العون الميداني ذاك كبش فداء راح ضحية ثم ما ذنبه. أنا من حقي نتسأل وربما نحط في نفسي في وضعية محامي هذا العون البسيط اللي تتوجه له التهمة ويهز القضية الكل ويهز الجمال بما حمل، ما ذنبه إذا كان واحد جاته تعليمات إن خالفها يصبح محال على ما الشرف، ما ذنبه إذا كان جاته أوامر باش يستعمل سلاح غريب عنه، ما ذنبه إذا جاء قرار من السيد المدير العام للتكوين أخرج من المدرسة يلزم التكوين والتحق بساحة الوغاء، وهكذا كانوا يسمونها ساحة وغاء لأنه مواجهة أهلينا في سليانة كانت حرب، ما كانتش تطويق احتجاج ولا احتواء أزمة. في سليانة الأعوان كل خدمه يعني البوت متاعه ما ينحيهاش لمدة 48 ساعة، كان ممنوع عليه الماكلة الوجبة ما توصلوش، هذاك علاش في عديد الأحيان وصارت حتى في سليانة سبحان الله الجوع كافة، بعض الأعوان بتاع الأمن اقتحموا محلات تجارية خلعوها باش يأكلوا حاجة. نرجع لك إلى نقطة وأنه وزارة الداخلية خبت علينا أعطتنا كان
ما يشفع لها، ربما ما يبقى ما يدافع على مصلحة وما اعطتناش ما يدينها. الوثيقة اللي أسسنا عليها هذا التقرير، والوثيقة حجر الزاوية اللي تأسست عليه من بعد الشكاية الجزائية اللي تقدمت القضاء العسكري، هي هذه الوثيقة تاع دار لقمان تاع وزارة الداخلية، يعني وثيقة داخلية ولكنها رسمية. أنا سبق وصرحت أنه المدير العام للأمن الوطني آنذاك، وكان تسمحوا لي نسميه سي عبد الحميد البوزيدي، صرحت بأنه كان مترشحا في قائمة انتخابية تشريعية بولاية المهدية في الرتبة بعد الدربعة على حزب حركة نداء تونس، واعتبرته شخصيا، والكلام هذا لا يلزم زملائي اللي نحترمهم برشا في لجنة التحقيق، ولا يلزم المنظمة اللي رعات هذا التقرير، يلزم كان شخصي، اعتبرته أنه هذا سقوط أخلاقي، لأنه لا يمكن أن نرنو إلى المستقبل، لا يمكن أن نصلح، لا يمكن أن نأمل في إصلاح أي قطاع، مش كان فقط القطاع الأمني، بمن ضلع في استهداف المتظاهرين، بمن ضلع في خرق القانون، وبمن ضلع أيضا في استعراض جبروته وتحديه للقوانين. We'll be right back.